أهلا بكم من جديد. بصراحة يعني لحظات جميلة بعد انقطاع تقريبا حوالي شهر ونص تقريبا ما كانش فيه صلاة، المساجد كانت مقفولة والأنشطة الاجتماعية كلها كانت مقفولة في مدينة إيو، برضو الإجراءات الاحترازية المشددة هنا في مدينة إيو عشان الكورونا وكده. فالحمد لله يمكن أول جمعة تقريبا بعد شهر ونص أو تقريبا شهر ونص تقريبا من إغلاق كافة الأنشطة الاجتماعية، الكي تي في، النوادي، الجيمات، التجمعات، أماكن التجمعات بصفة عامة، وده يعتبر أول جمعة بعد شهر ونص من الإغلاق. وما شاء الله والدنيا مشمسة عكس الأسبوع اللي فات كله كان برد جدا وما كانش فيه شمس. فبصراحة لحظات جميلة حبيت ان انا اسجلها مع حضراتكم. طبعا الناس كلها مبتهجة وسعيدة ومبسوطة ان في صلاة جمعة الحمد لله. طبعا ده المسجد الكبير، اسمه المسجد الكبير بمدينة إيو، واحد ما شاء الله يمكن هو المسجد الرئيسي الوحيد. طبعا في مصليات تانية ومساجد ومصليات تانية كتير منتشرة في المدينة، لكن ده يعتبر المسجد الرئيسي هنا في مدينة إيو. طبعا الناس كلها اللي كانت بتيجي إيو وما اكثرهم هيردوا على التعليقات طبعا ويقولوا ذكرياتهم في هنا في المسجد الكبير. طبعا انا عايز بقى الناس اللي كانت موجوده انها تقول ذكرياتها مع المسجد الكبير في مدينه إيو، احد المعالم الرئيسيه هنا في مدينه إيو ايضا. يا رب دايما اجيب لكم دايما الاخبار الحلوه الجميله، صباحكم مشرق ومشمس وجميل، وجمعه طيبه مباركه عليكم وعلى الامه الاسلاميه والعربيه وعلى البشريه اجمعين. دمتم بخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.